السلام البنات، كديرين؟ كلشي مزيان؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال كيف العاده. اليوم جبت لكم فيديو مختلف على الفيديوهات اللي كنت كنحط. المهم اليوم معروضين 7 شهور ديال الصديقه ديالي احسان، وطبعا غادي نوريكم التحضيرات، يعني شنو لباس، شنو لبست صاحبتي واختي. المهم كما كتشوفوا هنايا لبست قفطان خضار، وكما كتشوفوا هكا ملبت هكا تنزيتا خفيفة، أنا كيعجبني أي حاجة تكون خفيفة. وختي تا هي لبست هاد القفطان المبرا، ودارت ليها تا هو ملبت شي بحجيرات، وخدت مع الجين حبيت هكا تجي أليز وصبيبات. وتا الصديقة ديالي نجاح تا هي قفطان بروكار، يعني اصلا قطان بروكار زوين بزاف، و ديما كاين كما كتشوفو من بتا هو فهاكا في جوج الجوانب. ايوا وقفطان ديال جوهرة جات بنت خالي، دونك كما كتشوفو هاكا مطروز وفي يدين وفيه شوية الحجيرات هاكا في الطرزة، كيجي هاكا زوين وخفيف. يلا دابا تمشيو معايا تشوفو الاجواء. صراحة اجواء كانت زوينة بزاف، هي حنا راه صراحة الواحد يبقى جالس حتى كيتشهى امتى شي تعرض ولا يمشي يفوش شي شويه. مهم كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وخليكم مع الفيديو، ونتمنى يعجبكم الحفل 7 شهور ديال صديقة ديالي احسان، ويربي يبقى على خير ونشوفو البيبي ديالها احسن الاحوال ونفرحوا كاملين ان شاء الله. يلا تشوفوا كيفاش داز النهار، داز صراحه زوين 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 بزاف. نخليكم مع الفيديو. يا قمرنا بالليالي نحن العاشقين، يلا يلا عمر فيها.
ديال السابع، وكنتمنى ان شاء الله يبقى على خير وبخير ونشوفوا البيبي بصحه جيده ان شاء الله. يلا نزيدوا بارطاجوا هذا الفيديو وتابوناو.